واضح أن إسرائيل كان هناك حديث عن 10 مخابز تم استهدافها اليوم، والآن مباني سكنية مختلفة. وهل يمكن ملاحظة مثلا استراتيجية معينة في طريقة القصف، أم هي يعني مفاجئة بشكل كبير بحيث تكون في عدة مناطق في وقت واحد؟ ليش؟ ليش صار؟ حاطين ست قواعد الناس كلهم. مش عارفين وين هم كلهم؟ وائل؟ وائل؟ يا عم احكي مين؟ مين مين؟ زلمة في هاي البنت في المستشفى. وائل؟ لا أدري إذا كنت تسمعني. نحن على الهواء. هي مين هي؟ مين هي اللي عندك؟ مين هي اللي عندك؟ عندك يا زلمة. ايش اسمها يعني؟ استهدف المكان اللي عندكم؟ استهدف المكان اللي عندكم انتم فيه؟ ننوه لهذا الخبر العاجل الذي ننقله على شبكة الجزيرة، حيث استشهد عدد من افراد عائلة الزميل وائل الدحتو بمن فيه زوجته وابنه وابنته في قصف اسرائيلي استهدف منزل الزميل وائل الدحتوح. كان معنا قبل قليل الزميل وائل الدحتوح، كان على الهواء مباشرة قبل قليل وتابع بنفسه استهداف للمنطقة، ثم اتضح بعد ذلك أن عددا من أفراد عائلته استشهدوا